قسما برب العزة أنا أخاف على نفسي من وسام أبو علي. هو في إيه يا دودي؟ قسما بالله بياكل بني آدمين، قسما بالله ما بيهمه أي شيء. أنا نفسي أعرف حاجة بصراحة، نفسي أعرف حاجة، ده لو من بداية الدوري، لو من بداية الدوري على هذا التهديف اللي بالشكل ده كان هيجيب قد إيه؟ ده النهاردة يخش ويكون عنده 17 جون. تعال نعرف كل التفاصيل. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دوت سبورت، اهلا بكم. اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا، وعلى طول بتوحشوني، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب الدوت سبورت. حلقة اليوم وملخص لقاء الاهلي والمقاولين بعد ما كان الاهلي هيحسمها اتأجلت الحفلة والجمال والحلاوة ليوم الخميس في لقاء سموحة علشان بيراميدز يفوز على زد 2-1، وكده يقترب واحدة واحدة، لكن الاهلي يقترب لحسم الدوري. قبل ما نخش على الفيديو عشان انا مش راجل القناه، فعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله باذن الله، باذن الله اكون دايما عند حسنكم. اللهم ارحم شهداء فلسطين واليمن والسودان يا رب العالمين، وتوب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. قسما بالله انا بتكلم جد، هو الواد ده بياكل بني ادمين؟ ده وسام ما جابتوش ولاده، اقسم بالله ما جابته ولاده، وتسلم العين اللي جابته، تسلم العين اللي جابته، عشان هناك فرق بين مدير تعاقدات بيعرف يبص ومدير تعاقدات عندنا ما بيعرفش يبص. هداف ما كملش شهرين ونص وجايب 17 جون النهارده، سوبر هاتريك زوماتش النهارده، وسام ابو علي هداف بمعنى الكلمة، هداف بيعرف يستلم، بيعرف يلف، بيعرف يحط بوش رجله، بيعرف يخطف الأضواء، قناص، سفاح، بياكل بني آدمين، هو وسام أبو علي. بصراحة النهاردة حاجة في منتهى الجمال، حاجة بيعرف ينعنش جمهوره بمعنى الكلمة. لكن مين هيقدر على وسام؟ مين هيقدر على وسام أبو علي؟ هداف بمعنى الكلمة، لا لازم نتكلم بحق الله، لازم تتكلم بحق الله علشان انت هو الحفلة هتتأجل لحسم الدوري ال 44 يوم الخميس في لقاء سموحة، لكن لقاء سموحة هيكونوا نازلين اكون او لا اكون. وخد لك طبعا انت لسه قدامك كذا ماتش جايين، يعني وسام ابو علي هيكون هداف في الدوري طبعا. النهارده هنتكلم كان عنده 14 هدف الفتره اللي فاتت، والنهارده 3 يبقى 17، ولسه عندك سموحه، ولسه عندك مودرن سبورت، ولسه عندك ماتشات تانية مين ومين ومين. هيكون هداف الدوري المصري وسام ابو علي، وبالفعل النادي الاهلي يكسب مهاجم بمعنى الكلمه. ما تنساش انت بتلعب في نادي اسمه النادي الاهلي، يعني كله انجازات وتاريخ وارقام قياسيه، ومحدش هيهدى عليك غير لما تروح بقى فين. جاي لك الدوري السعودي، رفض الدوري السعودي من اجل البقاء والاستمرار في النادي الاهلي، من اجل البقاء والاستمرار مع النادي الاهلي. وسام ابو علي السنه الجايه او من بدايه الموسم الجديد، صدقني وخدها مني بضمان التعليق العربي من ملعب الدوت سبورت، ممكن يخش لك في 40 50 جون الموسم الجديد. النهارده انت بتتكلم من شهرين ونص وجايب لك 18 او 17 جون. طب لو كمل بقى الدوري من لو كان بادئ بدايه الدوري كان دخل في 30 40 جون. هداف اسمه هداف التاريخي للنادي الاهلي، وهو وسام ابو علي. فوز النادي الاهلي برباعيه قذفيه مدويه على المقاولين العرب برباعيه نظيفه تحت قيادة وسام أبو علي هداف النادي الأهلي. أكون وصلت لنهاية حلقتي، بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما أقفل معاكم نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى كل الناس المحترمة. إن شاء الله بإذن الله تعالى انتظروني غدا بعد لقاء المنتخب الأولمبي أمام المنتخب الفرنسي، اللي نتمنى له كل التوفيق بإذن الله تعالى، ويفرحونا ويبسطونا إن شاء الله المنتخب الأولمبي ودعوات المصريين. بشكركم في رعاية الله، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناة ونفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى كل الناس المحترمة بإذن الله تعالى. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب انتوتي سبورت. بشكركم.